السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم طلبة سنة رابعة ابتدائي، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض يونت جديدة، هناخد يونت 8 اللي هي تاني يونت عندنا في الترم بتاعنا السنة دي. هنبدأ النهاردة بليسون 1، لكن في البداية حابب أوريكم إزاي نوصل لكل الدروس اللي فاتت وإن شاء الله كل الدروس اللي هتيجي كمان بإذن الله. طبعا هتلاقوا تحت الفيديو علامة القناة، قناة اشرح لي، هندوس بس عليها هتدخلنا على الصفحة الرئيسية للقناة. هنلاقي في الصفحة الرئيسية نفسها مناهج المرحلة الابتدائية، المناهج دي بتاعت المرحلة الخاصة بينا، هنلاقي من ضمنها ايه؟ هنلاقي من ضمنها انجليزي رابعة ابتدائي الترم التاني. دي كده القائمة اللي هيكون فيها كل الفيديوهات، سواء اللي فاتت بالنسبة ليونت 7 او سواء الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله يونت 9 و10 وهكذا. طيب الطريقة التانية نعمل ايه؟ ان احنا نيجي في البحث بس نكتب هنا اشرح لي انجليزي رابعة ابتدائي الترم التاني، هنلاقي برضو القائمة ظهرت لنا زي ما انتم شايفين كده قدام. هندخل على القائمة ومن خلال القائمة هتبقى قدامنا كل الدروس. كده الموضوع بقى سهل جدا وبسيط ونقدر نوصل لكل الدروس بإذن الله بسهولة. أتمنى بس تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو، علشان طبعا اليوتيوب بيرشح الفيديوهات اللي عليها لايكات كتير للناس اللي هي بتدور عليها، فأتمنى تساعدوني في حاجة زي كده. يلا بينا نبدأ ونشوف اليونت بتاعتنا بتتكلم عن ايه. وي هاد فن، احنا ايه قضينا وقت ممتع. تعالوا اما نشوف ليسون 1 بيتكلم على فود اند درينكس، بيتكلم على الاكل والمشروبات. نشوف الاول مجموعه من الكلمات معانا. اول كلمه معانا هي كلمه a bucket of. a bucket of بمعنى علبه من. دايما بتيجي مع البطاطس يقول لك ده باكت، واخد باكت من البطاطس. a bucket of. a bar of قالب من، برضو دي دايما بتيجي مع الشوكولاته. a bar of chocolate. a bar of chocolate يعني قالب من الشوكولاته. a carton of. a carton of عبوة أو علبة أو كرتونة من إيه؟ من شيء معين. A bottle of زجاجة من. A bottle of water مثلا زجاجة من المياه. A slice of شريحة من، غالبا بتيجي مع اللحمة. A slice of meat شريحة من إيه؟ من اللحمة. A piece of قطعة من. A piece of قطعة من. دي كده مجموعة من الكلمات، تعالوا ما نكمل ونشوف باقي الكلمات. Cookies معناها طبعا الكحك المحلي أو الكعك المحلي اللي هو البسكويت يعني، اللي هو بمنتهى البساطة البسكويت. شوكولات طبعا دي شوكولاتة. شوكولات شوكولاتة. جوس عصير. ووتر مية. ليمون ليمون. كولا طبعا دي المياه الغازية اللي هي البيبسي يعني. ميلك حليب. زي ما انتم شايفين كل الكلمات اللي معانا ليها علاقة بالأكل والشرب. كيك طبعا دي التورتة أو الكيكة. تشيز جبنة. بنانا طبعا الموز. كاروت الجزر. ميت لحمة. صوب صابون. صوب صابون طبعا لو غيرنا بقى الاي دي خليناها يو هتبقى صوب اللي هي شوربة، لو غيرنا الاي خليناها يو، فخلي بالك برضو من الكلمة دي مهمة جدا. سامولينا ده اسميد. تعالوا ما نشوف بقى تصريف الافعال اللي معانا واللي اتفقنا ان احنا لازم نحفظها اول باول. عندنا الريجولر الافعال العادية السهلة الجميلة زي مثلا يوز لما نيجي نحطها في الماضي بنزود لها حرف الدي بس، زي enjoy يستمتع لما نيجي نحطها في الماضي بنزود لها اي دي، طبعا يوز يستخدم. اما الirregular لازم نحفظهم اول باول لان ما لهمش قاعده ثابته، زي drink يشرب. drink يشرب. think يفكر. think يفكر. grow ينمو او يزرع. grow ينمو او يزرع، دول لازم نحفظهم اول باول. بعد كده you look a bit green يعني تبدو مريضا، ده تعبير طبعا مش هقول له انت تبدو اخضر انت شكلك اخضر، لا هي تبدو مريضا. تبدو مريضا تعبير بمعنى ان واحد شكله تعبان. يو لوك ا بيت جرين زي ما بنقول لواحد مثلا ايه ده انت وشك مصفر، هل هو وشه اصفر يعني كده لونه اصفر؟ لا هو بس ايه بهتان كده وشكله تعبان. يو لوك ا بيت جرين. تعالوا اما نشوف بقيه الحاجات. دلوقتي عندنا كويز على الجزء اللي فات، لكن في البدايه طبعا لازم توقف الفيديو وتمسك الكتاب بتاعك وتحاول تقرا الكلمات واحده بواحده كده، وممكن تجرب تحل من غير ما تقرا الكلمات، لو لقيت الدنيا هتبقى سهله. اولا عندك 5 اسئله وهتحلهم لي وتسيبهم في التعليقات وانا هقول لك الاجابات بتاعتك صح ولا لا. دلوقتي تعالوا listen read and role play. تعالوا اما نشوف النص اللي معانا ده. هنا بتقول لنا طبعا دي بنت اهي بتقول did you have fun at the party ريم، هل انت قضيتي وقت جميل في البارتي يا ريم؟ قالت لها yes thank you، ايوه ايه ايوه انا قضيت وقت جميل. What is the matter? You look a bit green. ايه خير في ايه؟ What is the matter يعني ايه؟ ما الامر؟ ايه خير في ايه؟ مالك؟ You look a bit green شكلك ايه؟ تبدو مريضة. I don't feel well. انا مش حاسة ايه ان انا كويسة.
Oh dear, did you eat too much? هل انت كلت كتير جدا؟ I only had a slice of cake. انا بس خدت ايه؟ قطعة من الكيكة. Anything else؟ هل كلتي حاجة تانية؟ No, I drank some juice. طبعا هنا جايب لنا اللي هو الفعل drink، جايبه في الماضي drank. ماشي، جايبينه في الماضي عشان احنا كل الموضوع بتاعنا اصلا بيتكلم في الماضي زي ما انتم شايفين. ادي هنا مثلا did، had، كل دي حاجات بتدل على الماضي. some juice، هل طيب شوية شربت شوية عصير؟ well a carton of juice. ده انا مش شربت ايه شوية عصير، ده انا شربت كرتونة من الايه، من العصير، او علبة من ايه، من العصير. تعالوا اما نكمل. is that all؟ هل ده كل حاجة؟ ده كل اللي انت عملتيه يعني؟ maybe a bar of chocolate، only a small one. انا بس يعني ممكن كلت كمان ايه حتة شوكولاتة كده صغيرة، حتة صغيرة خالص. and a piece of cheese، وكمان حتة جبنة صغيرة. cheese and chocolate that's horrible، يعني واكلة جبنة وشوكولاتة ده ايه، ده شيء فظيع. that's why I ate some cookies، عشان كده بقى انا لما لقيت الدنيا فظيعة كده انا بقى قلت خلاص هجيب ضرافها بقى، انا كمان كلت شوية بسكويت. how many cookies did you eat، انت كلتي قد ايه طيب من البسكويت ده؟ قالت لها a packet of cookies، انا كلت ايه عبوة من البسكويت. قالت لها اوه نو، يا نهار ابيض، ايه اللي انت عملتيه ده؟ كل دي حاجات. قالت لها I was thirsty after all that food so I had a bottle of water. كمان بعد كل بقى اللخبطه دي انا كمان كنت ايه حاسه ان انا عطشانه، فقمت شاربه كمان ايه ازازه ميه. طبعا لازم تتعب. دلوقتي عندنا جزء خاص بالجرامر، هنتكلم على حاجه مهمه جدا جدا جدا، uncountable nouns، الاسماء الغير معدوده، الحاجات اللي ما ينفعش نجمعها، حاجات اللي ما ينفعش نجمع. فهنا بيقول لنا ايه؟ هنا بيقول لنا اسماء لا تعد، واذا اردنا ان نحدد كميتها فاننا نستخدم ادوات تجزئه. يعني مثلا عندي كلمه ووتر، دي كلمه ما ينفعش اجمعها، ما ينفعش اقول الميه جمع احط لها اس مثلا، ما ينفعش. طب انا عشان اجمع الميه دي، اجمع الميه اعمل ايه؟ لازم استخدم حاجه اسمها ايه؟ اداه تجزئه. اداه تجزئه زي مثلا ايه؟ زي a bottle of، زي كل الكلمات اللي خدناها في الاول، a slice of مثلا، a bucket of، كل الحاجات اللي هي ايه الستة او السبع تمن كلمات اللي خدناهم في الاول دول. فهنا بيقول لنا بستخدم اداة التجزئة وبستخدم معاها الاسم اللي هو لا يعد، كده اصبح اسم ايه؟ اصبح اسم يعد، اقدر ان انا اجمعه بقى واجيبه مفرد واعمل اللي انا عايزه. طب ايه هي اداة التجزئة اللي عندنا؟ عندنا a slice of، وبتيجي في الغالب مثلا مع كيك مثلا، a piece of، وبتيجي مثلا مع cheese، a bucket of، وبتيجي مثلا مع cookies، a bar of، وبتيجي مع chocolate، a carton of، وبتيجي مع الجوس، وهكذا. يعني ادي عندنا اهم حاجة عندنا نعرف الحاجات دي، نعرف ادوات التجزئة دي، الجزء اللي بيجي وراها دي مش مهمة دلوقتي، تمام؟ احنا نعرف بس حاجة من كل حاجة بتيجي وراها. يعني مثلا a slice of بيجي معها مثلا cake، بيجي معها meat مثلا، a piece of بيجي معها مثلا cheese، وهكذا. تعالوا اما نكمل. طبعا ده برضو عندنا كويز على الجزء الخاص بالجرامر اللي احنا لسه قايلينه من شويه. برضو زي هاد ا نقط اوف ابل باي، يا ترى ابيس ولا ابوتل ولا بور ولا باكيت؟ طبعا باي دي اللي هي معناها كيكه، فينفع اخد منها مثلا بوتل؟ لا، هي طبعا اجابه هتبقى ابيس اوف، ابيس اوف زيها زي ايه؟ زي مثلا دي، زي مثلا ابيس اوف تشيز مثلا. وبقيه الاسئله بقى عايزكم تجاوبوهم في التعليقات، وتعالوا احنا مع بعض نحل الجنرال اكسرسايز على ليسن 1. في البدايه بيقول لنا it was my mother's birthday last week، ده كان عيد ميلاد مامتي الاسبوع اللي فات. my sister made nice cakes، اختي عملت ايه؟ عملت كيكه جميله او كيكات جميله. my sister had a bar of chocolate، اختي حصلت يعني على ايه؟ على قطعه من الشوكولاته. There were five packets of cookies، كان في ايه؟ خمس باكيتات من ايه؟ من الكوكيز. تعالوا بقى اما نشوف النص بتاعنا بيقول ايه، ونشوف الاجابات هتكون صح ولا لا. هنا بيقول لنا last week was my father's birthday، طبعا الاجابه هنا غلط، father's مش mother's. my mom made nice cakes، يبقى الام اللي عملت الكيكه مش ايه؟ مش الاخت. شايفين لما احنا قاريين الاسئله الاول دلوقتي عارفين احنا بندور على ايه بسهوله. I had two slices of cakes. I drank three cartons of juice.
My sister had a bar of chocolate. يبقى فعلا ايه حصلت على bar of chocolate. There were five packets of cookies. كان في خمسة من ايه من الكوكيز. بعد كده عندنا السؤال التاني reorder the words. طبعا عندنا هنا السؤال الاول فيه عبارة عن سؤال زي ما انتم شايفين علامة الاستفهام اهي. فهبدأ بويتش. ويتش من الادوات الاستفهام اللي ما بتجيش لوحدها بيجي معها كلمة تانية. زي مثلا هنا هقول ايه which food. which food. وبعد كده هستخدم الأداة المساعدة اللي هي do. وبعد كده الفعل في وبعد كده هستخدم الأول الفعل اللي هو you. وبعد كده الفعل في المصدر اللي هو ايه like وكمل الجملة. يبقى which food do you like to eat. بعد كده هبدأ به أشوف عندي الفعل اللي هو ايه اللي هو had. يبقى he had. وبعد كده أرتب بقية الجملة a piece of cheese. بعد كده هبدأ ب I وأدور على الفعل اللي هو drank. وبعد كده أرتب الجملة a carton of juice. عندنا هنا بقى التوصيل واتفقنا بنبدأ أول حاجة بالسؤال. فعندي هنا did you وعندي did you buy a carton وعندي هنا did you eat. فا a carton of ايه؟ طبعا carton قلنا بتيجي في الغالب مع juice. يبقى carton of juice. يبقى هنا دي هتبقى مع دي. كده اوتوماتيك did you eat أكيد هتبقى مع ايه؟ مع علامة الاستفهام التانية. أنا بدور على علامتين استفهام مع السؤالين اللي عندي. واحدة هتبقى مع دي وواحدة هتبقى مع دي. طيب you look ايه؟ you look a bit green. أنت تبدو تعبان. She drank a bottle of water. وبعد كده طبعا جاوبنا السؤالين التانيين اللي هو هيبقى ايه هيبقى اخر واحدة ايه و تعالوا دلوقتي ما نكمل الكلمات اللي ناقصة عندنا هنا. packet, bar, soup, carton. Yesterday was too hot. I drank two bottles of water and one nut of juice and one ايه one carton. قلنا juice بيجي معها carton. My sister ate a nut of cookies. قلنا cookies بيجي معها packet. I used a bar of طبعا a bar of ايه a bar of soup to wash my face. انا استخدمت ايه قطعة صابون عشان اغسل ايه عشان اغسل وش. زي ما اتفقنا في البنك تويت ان هو دايما بيجيب لك اول حرف small فانت هتخليه capital وفي النهاية هتحط يا اما النقطة يا اما علامة الاستفهام. طبعا عندنا هنا food and drinks اللي كنا بنتكلم عنهم هنلاقي النص بتاعنا او الباراجراف موجود في نهاية الكتاب. اتمنى يكون الفيديو كان سهل عليكم. درس سهل جدا جدا وبسيط. يا رب نكون قدرنا نشرحه بصورة كويسة. يا ريت لو لسه مش مشترك في القناة تشترك وتعمل لايك للفيديو عشان يوصلك كل جديد. واشوفكم على خير الحلقة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.